السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب طلاب الصف السادس الابتدائي. أهلا وسهلا بيكم إن شاء الله مكملين مع بعضنا حلق كتاب المدرسة لمادة التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني 2024. إيه ده، سنة ستة والأم رشا في قناتي. يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. يلا بينا سنة ستة نشوف الفيديو بتاعنا وإن شاء الله تابعونا. إن شاء الله هنزل لكم حل جميع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2024. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. نفتح الكتاب على صفحة 35، ده طبعا تدريبات على درس طبعا ايه العبادات البدنية. عندي نشاط واحد بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم ألف، الصلاة بتبدأ بإيه؟ بالسجود ولا تكبيرة الإحرام ولا الركوع؟ طب احنا خدناها في سنة إيه؟ في سنة رابعة، اللي بتبدأ بإيه؟ بتكبيرة الإحرام. خدناها في سنة خمسة، بتبدأ بتكبيرة الإحرام. رقم ب، قال لي في الركوع نقط، يكون الدعاء مستجاب ولا نستشعر عظمة الله ولا نبدأ الصلاة؟ طبعا في الركوع بنستشعر عظمة الله عز وجل. رقم جيم، هي اللي في الصيام بنتعلم التعامل مع الثقافات المختلفة، نتعلم الإخلاص لله، نتعلم المساواة والاندماج في المجتمع. طبعا في الصيام بنتعلم الإخلاص لله. رقم دال، الحج فريضة على مين؟ من لديه قدرة مادية، من لديه قدرة جسدية، من لديه قدرة جسدية ومادية. طبعا الحج فريضة على كل من لديه قدرة جسدية ومادية. عندي نشاط رقم اتنين، بيقول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية مع التصويب. رقم ألف، بتبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وعندها يحدث التشتت، وعندها يحدث إيه؟ التشتت. طبعا إن العبارة إيه؟ خاطئة. طبعا بتبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام وعندها يحدث التركيز التام والتوجه إلى الله تعالى. رقم ب، فضل الصيام على المسلم انه يجعله سيء الخلق. هنا العبارة ايه؟ خطيئة. طبعا الصيام بيجعل المسلم انه بيتمسك باخلاق الطيبة مع الاخرين رغم تعب ايه؟ الصيام. رقم ج، نتعلم في اثناء الصيام ان نتحكم في رغباتنا وشهواتنا. العبارة صحيحة. رقم د، الحج نتعلم منه التسليم لله عز وجل وإن لم نفهم الحكمة منها تماما. طبعا هنا العبارة إيه؟ العبارة صحيحة. عندي نشاط ثلاثة، بيقول صمم علما إيه فنيا في ضوء ما درست. اختر إحدى العبادات البدنية التي تم تناولها في الدرس وصمم لوحة فنية تعريفية تعبر عن. عندي طبعا تعريف العبادة وكيفيتها، فضلها على العبد في الدنيا، ثوابها عند إيه؟ الله. طبعا ده طبعا إيه؟ نشاط. تمام، نكمل مع بعضينا، نحل مع بعضينا صفحة 39، عنوان الدرس عنوانه ايه؟ آداب المسجد. عندي نشاط واحد بيقول أكمل العبارات الآتية بما ايه؟ يناسبها. رقم واحد، قال لي من السنة أن نقول عند دخول المسجد طبعا ايه؟ اللهم افتح ايه؟ لي. وعند الخروج منه نقول اللهم إني أسألك ايه؟ من فضلك. رقم ب، قال من سنن دخول المسجد أن نصلي طبعا ايه؟ ركعتين. رقم ج، يتضاعف أجر الصلاة في الجماعة فيكون أفضل ايه؟ ب27 ايه؟ درجة. تمام. رقم د، قال أداء المسلمين الصلاة معا في المسجد يزيد من ايه؟ شعور طبعا الانتماء للإسلام ايه؟ وللوطن. عند نشاط اتنين، بيقول ده علامة صح او علامة خطأ مع ايه؟ امام العبارات الاتية مع ايه؟ مع التصويب. كثرة الخطأ الى المساجد بترفع درجات العبد وتمحو عنه الخطايا. العبارة طبعا صحيحة. رقم ب، قال من تعلق قلبه، من تعلق قلبه بالمساجد ليس له فضل يوم القيامة. طبعا العبارة ايه؟ خطيئة. طبعا يظله الله تعالى بظل يوم لا ظل الا ايه؟ ظل. تمام. رقم ج، يسمح برفع الصوت عند قراءة القرآن في المسجد. طبعا هنا العبارة ايه؟ العبارة خاطئة. طبعا يجب خفض الصوت عند قراءة القرآن الكريم حتى لا تحدث تشويشا على ايه؟ على الآخرين. رقم د، قال يساعد المسجد في التعاون على التكافل والعمل الخيري. العبارة صحيحة.
رقم هاجة لعدم وضع المحمول على الصامت في المسجد. طبعا هنا العبارة ايه؟ خطيئة طبعا، وضعه صامت حتى لو يشوش على ايه؟ على الآخرين. عندي نشاط 3 بيقول يصمم بطاقات إرشادية مرفقة برسومات وعبارات تعبر عن آداب المسجد على أن تتضمن ما يجب مراعاته بشكل شخصي ومع إيه؟ الآخرين. عندي طبعا البطاقات اللي أنا هكتبها خفض الصوت أثناء قراءة القرآن، وعندي تحية المسجد، وعندي دعاء الخروج من المسجد، وعندي الإفصاح في المسجد، الإفصاح في المجلس، ودخول دعاء دخول المسجد، وعدم المرور أمام من يصلي، والتزين وارتداء الملابس النظيفة، والتعطر والحفاظ طبعا على رائحة الفم طيبة. تمام. عندي صفحة 40 اللي هو التقييم التكويني على المحور ايه؟ المحور الثالث. تمام. عندي السؤال رقم 1 بيقول ضع علامة صح او علامة خطأ امام الجمل الاتية مع ايه؟ مع التصويب. عندي رقم قال بيقول حسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، العبارة صحيحة. رقم باقي اللي من آداب المسجد رفع الصوت عند قراءة القرآن، طبعا العبارة ايه؟ خطأ، قلنا من آداب المسجد خفض الصوت حتى لا يشوش أو نشوش على الآخرين أثناء صلاتهم. رقم جيم كان من أسباب فتح مكة اعتداء قبيلة بني بكر على مسلمي بني خزاعة، وهو ما أدى إلى قتل 23 شخصا من المسلمين، العبارة صحيحة. رقم دال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لكنه لم يشهد جميع الغزوات. طبعا هنا العبارة ايه؟ العبارة خاطئة. طبعا كان عبد الله بن مسعود ملازما لرسول الله وشهد معه جميع طبعا الغزوات. تمام. رقم ها قال لي اسم الله تعالى اللطيف هو الرؤوف بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون. طبعا العبارة ايه؟ خاطئة. اسم الله تعالى اللطيف، اسم الله تعالى اللطيف هو المحسن لعباده برفق ولطف في خفان وستر. عندي السؤال ده رقم 2 بيقول اكمل الفراغات، اكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا ايه؟ سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ايه؟ ترجمان، ان يتضاعف فيه اجر صلاة الجماعة. رقم باجة لفضل الصلاة بالمسجد وتقام به طمع مجالس العلم الذي ايه؟ تحفها ايه؟ الملائكة. عندي السؤال رقم جيم بيقول فضل الصيام وأثره على المسلم هو أن يتعلم العبد طبعا الإخلاص، ونتعلم منه إيه؟ ويتعلم التحكم في الرغبات والشهوات والتمسك بالأخلاق الطيبة مع إيه؟ الآخرين. رقم دال قال عند الركوع يستشعر العبد طبعا بعظمة الله، عظمة الله جل وعلا حين يقول سبحان ربي العظيم. عندي سؤال رقم 3 بيقول ايه؟ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، الحج معناه الصلاة ولا القصد ولا التوبة؟ طبعا الحج معناه القصد. رقم باء يرسل الله تعالى الأنبياء والرسل عليهم السلام بمعجزات تناسب أقوامهم وما يهتمون به في زمانهم، تناسب المناخ، تناسب المكان الذي يعيشون فيه. طبعا يرسل الله تعالى الأنبياء والرسل عليهم السلام بمعجزات تناسب أقوامهم وما يهتمون به إيه؟ وما يهتمون به في زمانهم. رقم جيم قال من نتائج فتح مكة إعادة الحقوق لأصحابها، دخول الناس في دين الإسلام، إعلاء مكان الإسلام، مكانة الإسلام كل ما سبق. طبعا كل ما سبق. رقم دال مقدار حركة المد الأصلي، حركتان، 6 حركات، 3 حركات، 4 حركات. طبعا إيه مقدار حركة المد الأصلي؟ هي حركتان. وبكده سنة 6 وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى تكون استفدتوا. ياريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.